تطور الاقتصاد الإماراتي بصورة سريعة خلال سنوات قليلة، متحولاً من اقتصاد شاب إلى اقتصاد اكتسب الخبرة والنضوج. رحلة النضوج الاقتصادي بدأت بعدم التركيز على القطاع النفطي كمصدر رئيس للدخل وتوجه لتسخيره لخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى عبر سياسة التنويع الاقتصادي التي ترى الدولة أنها نجحت في تطبيقها. اقتصاد الإمارات يعمل من خلال اقتصاد تنافسي متنوع ومن اقتصاد المعرفة، فكلمة متنوع جدا مهمة، هذا يعكس السياسة الاقتصادية دولة الإمارات، الاستمرار في سياسة التنوع الاقتصادي من خلال يكون تنافسية اقتصاد دولة الإمارات في ظل التشريعات التي وضعتها دولة الإمارات. العمل على تنويع الاقتصاد انعكس على نمو القطاعات الاقتصادية كافة بنسب مختلفة، ما فتح الباب أمام توقعات لنمو غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الذي ساهم القطاع النفطي فيه ب 31%. الناتج المحلي بالنسبة لدولة الإمارات للعام 2011، أعطيكم إياه برقمين بالأسعار الجارية، قيمته وصلت إلى 1,243,000,000,000 درهم، معدل النمو وصل إلى 19.3%. بالنسبة للأسعار الحقيقية وصل إلى 981,000,000,7 مقارنة بقيمة 942.4 مليار درهم عن العام 2010. ومساهمة القطاع والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي وبالأسعار الثابتة وصل إلى نحو 69%. التشريعات والقوانين الاقتصادية التي سنت في الدولة كان لها أثر واضح في نضوج الاقتصاد وتحويل المناخ الاقتصادي إلى مناخ جاذب للاستثمارات، لكن بعض هذه القوانين ما يزال قيد الدراسة وينتظر الإفراج عن أهمها هذا العام. أحد أهم القوانين طبعاً وأنتم كلكم مطالعين عليه هو قانون الشركات، وتابعتوه من تقريباً 3 سنوات. الحمد لله القانون هذا موجود في المجلس الوطني الآن، وهذا إنجاز كبير من 6 شهور. طبعاً هذا القانون متى ما إن شاء الله يتم مناقشته ويطلع خلال هذه السنة، أنا لازم مصر على أنه يطلع هذه السنة إن شاء الله، هذا راح يكون يعني نقلة نوعية في التشريعات والقوانين وأداء الأعمال في الدولة. الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في التعامل مع الملف الاقتصادي عموما مكنها من الصمود في وجه الأزمة التي أصابت الاقتصاد الكوني وركعت أسعار النفط. ورغم تأثر الدولة بارتدادات الأزمة، إلا أن التنويع وعدم الدخول في مغامرات اقتصادية حصنتها وجنبتها ما آلت إليه الأمور في دول أخرى. رحيم الأمير، الرؤية الاقتصادية، دبي.